عشق السعوديين للعود والعطور لا يضاهيه عشق. هذا الولع بالعطور جعل سوقها كبيرة مقارنة بغيرها من الدول، ما دفع بمصممي العطور السعوديين بالتوجه إلى تصميم عطور بروائح جذابة تتناغم بين الشرق والغرب. يعشق السعوديون التميز برائحة ملفتة من خلال تركيبة عطور عربية خاصة بهم، فالعطور المختلفة هي عشق كل سيدة ورجل. الكل هنا يحرص على اقتناء أفضلها باختلاف الذوق بينهم، إلى أن أصبحت عائدات مبيعاتها بالسعودية ما يقارب المليارات دولار سنويا. تركيزاتها كلها طبيعية، كلها يعني من العطور الجميلة جدا في التركيبات، ولكن كل عطار هو إيش يستعمل، إيش مكتبته الخاصة به. من هنا برز الكثير من مصممي العطور السعوديين اتجاههم إلى تصميم ماركات سعودية لكسب هؤلاء المحبين بروائح لا تنافس تنافس العالمية. يعتمد ثبات العطر على الزيت الممتاز. الزيوت يعني في زيوت عندك أصناف رخيصة وأصناف غالية، بتاخذ أنت الزيت الغالي بيكون عندك ممتاز ثباته فوحانه، وكمان الكحول هو السبب فوحان العطر التركيبة، يعني تركيب العطر. عبق روائح البخور والمسك والعنبر التي تفيض في الجزيرة العربية جذبت انتباه مصمم العطور البراء، الذي حمل شغف الروائح العطرية واكتشف موهبة الشم عنده منذ أن كان صغيرا، فولعه بالعطور جره ودفعه إلى حلم التجارة في هذا المجال كمصدر رزق يقتات منه، خاصة بعد مقدرته على تصميم عطور مناسبة للشخص المناسب. أنا أهوى شيء اسمه تصميم العطور، لدرجة أني يعني يومياً يمكن أدخل يعني مكتبتي للعطور أو أدخل معمل العطور لعمل روائح جديدة. الزهرة في الشارع أو الزهرة في الطريق تستوقفني لأشمها عشان أعرف شريحتها، غير أنه لو في رائحة جميلة ثانية تستوقفني إن شاء الله، حتى لو رائحة خشب، لو رائحة دخلت فيها مكان في رائحة خشب أنا ممكن تستوقفني الرائحة عشان أشم رائحة الخشب، أشوف أعرف إيش هي هذه الرائحة، أستكشف في النهاية لعلي أوصل من هذه الرائحة لعطر معين. في أركانهم الصغيرة هنا وهناك تقبع محلات صانعي العطور، وفي عالمهم الذي تفوح منه الروائح الزكية على اختلافها تتكدس أرفف المحلات بزجاجات صغيرة مليئة بالعطور الزيتية، تعد من أفضل الخامات المستخدمة. من حيث الثبات ونفاد الرائحة يمزجون منها عطورهم بحرفية عالية تجذب المارة لاقتنائها. يا مصباح الأخبار الآن، جدة.